السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية ألف مبروك للشعب السوري وأحبابنا وأخواتنا السوريين وكل العرب. نتيجة يعني جميلة جدا، رغم إن إحنا كنا طمعانين شوية إن المنتخب السوري يكسب أوزبكستان النهاردة، ولكن هي دي كرة القدم، وكانت الورقة والقلم بتقول أوزبكستان، لكن كوبر وعصام الحضري والجهاز الفني بيلعب على الشكل الدفاعي بشكل قوي جدا. يعني احمد مدنيه بصراحه انا بحييك، احمد مدنيه حارس مرمى رغم ان الكور اللي راحت على المرمى كتصويبات بين الثلاث خشبات قليله، ولكن عنده ثبات انفعالي كويس جدا. الكور العرضيه كان مميز قوي، كورتين ثلاثه كان ممكن يكونوا جوان، لكن هو شالهم بثبات انفعالي وكان بيلعب بروح عاليه جدا. الشكل الهجومي عند المنتخب السوري كان فيه تخوف في كورتين ثلاثه، يعني رمضان عمار وصلت بتشوط من بعيد ليه؟ خد خطوتين كمان. ابراهيم هيصار يعني انا مستني منك احسن من كده. الشكل اللي انتوا خايفين ليه؟ المباراه كنتوا ممكن تكسبوها في الوقت نفسه. الحمد لله، يعني انت مثلا لما تلاقي شكرانوف في بدايه الشوط الثاني مضيع فرصه ما تضيعش، واكرانوف واورانوف وعيله نوف، انتوا بتلعبوا عيله واحده في دوله واحده، يعني هم ما جوش كلهم. يعني النهارده مثلا ايه اوكرانوف وشورانوف وشكرانوف وشيكانوف والى فوف، كل عيله نوف، يعني مش عارف انتوا النهارده كنتوا ممكن تعملوا اكتر من كده، ولكن زي ما تقول هي عيله مترابطه شويه مع بعضيها ولموا نفسهم وسابوا بقيه البلد قاعده في مكانها، ويعني النتيجه الحمد لله. الحمد لله في النهايه، الحمد لله لسه بدايه المشوار، ونتمنى للمنتخب السوري والمنتخبات العربيه نتائج افضل من كده. وموضوع عيله نوف دي احنا هنشوف الموضوع وهنحله ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.